دكتور، اليوم هذه المؤسسة عندها مشكلة مالية بقضية الصرف. يعني احنا نسمع انه يعني توصلنا بعض المسجات انه احنا اني اكو فروقات ما مستلمها، فروقات زوجي الشهيد، فروقات كذا، موضوع ارتباطها بالموازنة وتأخيرات. نعم الصرف. طبعا هو الموضوع بقسمين. طيب القسم الاول فيما يخص موضوع بدل الوحدة السكنية، بدل وحدة سكنية مؤسسة الشهداء هي مسؤولة عليه وهي التي تصرف. كنا سابقا يعني كان هناك طلبات تقدم ووفق معايير وضوابط وضعتها مؤسسة الشهداء. طيب هذه الضوابط والمعايير، يعني مثلا اللي عنده شهيدين يقدم، اللي عمره طاعن بالسن يعني والدي الشهيد مثلا 70 سنة فما فوق يقدم، اللي عنده ساكن في مكان متجاوز عليه من قبل الدولة هذا يقدم، اللي عنده مرض يشكو من مرض عضال أو مرض لا سامح الله مثلاً. هاي ذوي الشهيد نعم سرطان مثلا يحتاج إلى علاج هذا يقدم. هذني ضوابط احنا كنا وضعناها إضافة إلى أنه إذا كان شهيد وجريح مثلا هذا يقدم. ف مجموعة ضوابط احنا وضعناها وخاطبنا بوزارة المالية. وزارة المالية طبعا وفق القانون احنا بدينا نخاطب كل السادة المحافظين ال 15 محافظة، جاوبتنا فقط محافظة بغداد على انه بدل الوحدة السكنية بالنسبة لضحايا الارهاب اتحدث، لان القانون يقول اما سكن او لزوجة الشهيد وحدة سكنية أو شقة سكنية أو قطعة أرض، ولوالدي الشهيد قطعة أرض. في حال تعذر الدولة عن توفير قطعة الأرض طيب. صار إلى بدل وحدة سكنية إيش قد مقدارها؟ 50 مليون. إحنا خو ما نقدر ندفع 50 مليون. 50 مليون لو 85 مليون. لا 50 مليون بالنسبة لضحايا الإرهاب. إحنا هذا 50 مليون ما نقدر ندفعه دفعة واحدة، لذلك التجأنا إلى أنه يكون هناك أولاً إنصاف هؤلاء. طيب. ووضعنا تعليمات، وضمن التعليمات دفعة أولى يكون 10 ملايين، دفعة ثانية يكون 10 وهكذا حسب قانون الموازنة وحسب تخصيصات. هاي مو يمكم القضية، هي مو وزارة المالية. نعم وزارة المالية. فبقية المحافظات يتم يعني توفير قطعة أرض بالنسبة لذوي الشهداء، وإحنا الآن خاطبنا وأعتقد حتى السيد رئيس الوزراء وهو ابن أحد الشهداء وهو ابن شهيد وابن مؤسسة الشهداء، كان هناك اهتمام كبير من قبل السيد المهندس محمد شيع السوداني السيد رئيس الوزراء بموضوع الشهداء من الفئات الثلاثة، شهداء جرائم حزب البعث، شهداء الحج الشعبي، وكذلك شهداء ضحايا العمليات الحربية والقتال العسكري والعمليات الإرهابية. فهناك تأكيدات الآن على موضوع توزيع قطع أراضي من قبل السادة المحافظين ليبقى ذوي الشهداء، يعني متوفرة الأراضي في أماكن جيدة وفي أماكن مخدومة تكون تخصص لذوي الشهداء، وهناك إجراءات جيدة الآن. الحكومة الآن يعني أفضل حكومة حقيقة تفاعلت مع مؤسسة الشهداء هو حكومة السيد السوداني.